الدوري النهارده اخر نتائجه المهمه اللي كانت المقاولين العرب بقياده الكابتن عماد النحاس تمكن من تحقيق فوز مهم على الاسماعيلي في الاسماعيليه 1-0، وسيراميكا كليوباترا فاز على طليعة الجيش 2-1، والمقصه فاز على غزل المحله 2-1، وكان بالامس طبعا البنك الاهلي تعادل مع النادي الاهلي 0-0، والانتاج وسموحه تعادلوا 1-1، وتاجلت مباراه الاتحاد وانبي وفتحت الباب لجدل واسع. ليه؟ كابتن عبد الناصر محمد طلع قال، هو مدير الكره في نادي انبي، قال ان احنا يا باشمهندس وصلنا الى اسكندريه فرقه انبي، دخلنا الفندق، قال الكابتن عبد الناصر محمد اتصل بيا المهندس احمد مجاهد وقال لي انتوا فين؟ قلت له احنا في اسكندريه. وصلتوا؟ قال له اه وصلنا. قال له طب خلاص، ايه في ايه الكلام على لسان كابتن عبد الناصر؟ قال له كان في اتجاه لتاجيل المباراه عشان ظروف الطقس عندكم، لكن مدير الكره في انبي بيقول ساعتين ثلاثه واتقال لنا انه المباراه خلاص اتاجلت بسبب حالات فيروس كورونا بين لاعبي الاتحاد، اللي قيل ان هي 11، واللي قيل ان هم 5 لعيبه وست اعضاء الجهاز الفني، 6 من اعضاء الجهاز الفني والاداري، وبالتالي تقرر تاجيل المباراه. انا ليه بقول لكم ده يفتح باب الجدل اللي لازما للحقيقه الانديه مع اتحاد الكره يستقروا عليه يا باشمهندس؟ الاتحاد الافريقي استجاب لعلامه الاستفهام الكبيره اللي انت اثرتها لما قلت في الحلقه الماضيه او اللي قبليها، انه فاكرين لما اتقال ان كوتوكو رايح يلعب مع الهلال في السودان، فبالتالي ما لقوش عدد كافي، اعتقد 22 لاعب من فرقه كوتوكو اصيب منهم 10 او 11، فقال لك مش كفايه، لازم أن يكون في 14 لاعب سليم. ده اتعاملت معانا احنا في بطوله العالم ناشئين، واتعاملت معانا في تونس، واخد بالك؟ هفكركم المهندس عدلي قال ايه، ثم الاتحاد الافريقي قرر ايه بالظبط. فجاه يطلع قرار ان اي فرقه عندها 5 كورونا ممكن ناجل لها. طب 5 كورونا دي مساله سهله، في مش بس في الدوري الممتاز، دي مساله مؤكده في دوري الدرجه الثانيه والثالثه والدرجات الاقل. فماذا هيحدث فيها؟ هل عمليه التاجيل مستمره هيكون لها تاثير على استمراريه المسابقات ولا لا؟ وفي حال تاثيرها هل هتتحسب الدنيا ازاي؟ كثير من الاسئله يا استاذ ابراهيم، خاصه ان بعد ما حدث، ودي نقطه هنتكلم فيها، للمنتخب الشباب وكورونا حقيقي المسابقه كلها اتلغت، بس في لغط كثير جدا، والاتحاد الافريقي كوتوكو والهلال راح كوتوكو يلعب، قالوا له عندك 11 حاله ما عايز تلعب يلعب، قال لهم لا مش لاعب. الله، ده عكس اللي اتعمل مع منتخبنا، كان عندنا 13 لعيب قالوا له لا ما ينفعش لازم يبقوا 14. ودي حاجه غريبه، انت قانون الكوره استاذ ابراهيم انك انت ما تلغيش مباراه الا اذا كان عدد الفريق اقل من 7 في الملعب. طب انت مالك ان انا ابتدي ب 11 واكمل بيهم ولا مش هغير؟ الله، وحتى لو انا سير المباراه وصلني 7، ما هتوصلني بقى للنتيجه اللي انت ابتديت بيها، هتعتبرني مغلوب. فهي كلها ما انتش فاهم ايه المعلن وايه المسطور والنوايا من ورا الكلام ده ايه. فيعني انا حطيت بقى همومي وتساؤلاتي امام حضرتك عشان نناقش هذا الامر. ايه رايك في كلام الراجل ده؟ ما هو النهارده الاتحاد الافريقي انت بتقول قال ان على الاقل يبقى في 11 في الملعب، حسمها. انت قلت انا حطيت الكلام قدامك، قول. ما هو ده اذا كنت انت الملعب بيقول 11 تبتدي ب 11، لكن ما يبقاش في الملعب اقل من 7، يعني ممكن 4 يتعوروا، حتى الفرقه اللي عايزه تنسحب بتقعد تسحب اللعيبه واحد ورا الثاني لغايه لما تنزل بعد سنه. فليه تلزمني ان لازم يبقى عندي 14؟ انت مالك يعني؟ واخد بالك؟ ايوه، الاتحاد الافريقي سمع كلمه انت مالك وعدل القرار لشكل منطقي جدا، قال لك انا قلت لكم ايه؟ كل نادي عنده كام لاعب؟ 40 لاعب. احنا عارف اوكازيون غير مسبوق، مش 30، 40 لاعب. فانت يا نادي معاك لغايه 28 واحد يصابوا هتلعب، ايه رايكم؟ يعني لو عندك 11 لاعب سليم منهم ما فيش منهم حراس المرمى، دي افتكاسه مصريه.
عندك 11 لاعب توقف مين جندي بتاعتك؟ لانه احنا حتى لما اتقال هنا انه لو اتنين حراس مرمى اصيبوا ده كلام مش قانوني، لانه القائمه ما بتحددش مراكز اللعيبه. ايوه فبالتالي هو قانون الكره 11 لاعب، مش الزام ان انت يكون عندك احتياطي، ومش الزام ان انت تعمل تغييرات. دي حاجه لصالحك. آه. لا مش موجوده بقت ضدك. انت بتعاقبني ليه؟ هو تعتبرني مغلوب علشان ما تاذيش، ما انت اذيتني. بالظبط. عشان كده انا نفسي بقى ساده اعضاء اللجنه الثلاثيه في الاتحاد، لا يغيروا موضوع الخمسه ده خالص. انتوا مشكورين جدا فتحتوا القيد ل 35، يعني ضفتوا خمسه في القيد الشتوي وحطيتوا ثلاثه في قائمه الانتظار. ده كله كان مساعده الانديه، والقرار في حيثياته لمساعده الانديه على مواجهه اعباء كورونا. رائع. ان النهارده اللجنه الخماسيه السابقه كانت قالت انه معاك لغايه 10 او 11 لاعب هتلعب. هو ده الصح. المقاولين اجبر انه يلعب وعنده نقص، واجبر انه يلعب في افريقيا وعنده نقص. وبالمناسبه حته الجهاز الفني لا ينظر اليها في قانون المباراه. عماد النحاس وعلاء عبد الغني المساعد بتاعه موسيماني ما سافروش، موسيماني. انما انا يتقال لي ان انا باجل مباراه بين انبي والاتحاد عشان في ناس في الجهاز الفني او في خمس لعيبه، احنا كده بنفتح باب الشيطان، او بنفتح الباب للشيطان زي ما المهندس عدلي اشار في البدايه. اصل انت ممكن الخمس لعيبه دول يا استاذ ابراهيم ما هماش اساسيين كمان، ما مش بيلعبوا. انت زي ما تقول 35 وخمسه انتظار مش عارف حوالي 40 لعيب هتلاقي منهم. وعندك ناس في الشباب، عندك قيد في الناشئين. اقصد اقول ايه؟ ما هو مش باستمرار النقص هيكون مؤثر. يعني واذا كان مؤثر اسهل لي انك ما تعتبرنيش مغلوب او تاجل لي مباراه وتسيبني العب. شوف ده ليه يا جماعه؟ المسابقه السنه اللي فاتت الدوله المصريه بذلت مجهودات كبيره جدا وتحدت صعوبات جامعه، وكان في محاولات كتيره ضد اتحاد الكره علشان افشال مسابقه الدوري او عدم عوده الدوري. بصوا لما الدوري رجع والكرة انتظمت تقريبا يمكن مصر الدولة الوحيدة اللي رجعت النشاط الرياضي بكل ألعابه وكل فئاته. اتحاد الكرة رجع الدوري في الدرجة الثالثة والرابعة والدوري الممتاز. كان نتيجته ايه؟ زي ما كابتن شوقي غريب قال لما سألوه، والحقيقة كانت رؤية أو كلمة ذكية جدا، لما سألوه المستوى بتاع الدوري بادي عالي جدا، قال لهم ما ده الدور الثاني. ايوه ده الدور الثاني. ليه؟ كله جاهز. اعتبر ان الدور الاول اللي اتلعب بشكل مضغوط السنه اللي فاتت ده كان الدور الاول، هو استكمال الدوري بعد جائحه كورونا، فجهز كل الفرق وجهز كل اللعيبه. وخلي بالك المنتخب استفاد، المنتخب الاولمبي استفاد، الاهلي والزمالك راحوا فاينل دوري الابطال، الاهلي اهو راح كاس العالم للانديه. كل ده علشان مشكوره اللجنه الخماسيه اخذت على عاتقها انفاذ رؤيه الدوله في استكمال الدوري وعودته. ما فيش مشكوره، الدوله عايزه. الدوله كان والله دايما القرار ساعات اما يبقى فوقي شايف الصوره اشمل لا بيبقى هو ده القرار السليم، وعلى الجهات المختصه تنفيذه. اه لان انت اذا كان على اللجنه الخماسيه كانت عايزه تلغي. اه واخد بالك الالغاء بقى. تخيل احنا كنا بنقول الكلام ده، بنقول يا جماعه طب انتوا بتقولوا الغي عشان الكورونا، طب افرض الكورونا رجعت اشرس ما كناش هنبتدي الموسم ده. انما اللي خلاك ابتديت الموسم ده انك انت عرفت تنهي الموسم الماضي صحيح بلا مشاكل صحيح، فقدرت تبتدي الموسم ده صحيح. فالحقيقه احيانا قرار لما يبقى لا رؤيه الدوله مؤكد فيها اعتبارات وفيها مراعاه لحاجات كتير جدا. عشان المقولة العجيبة الحق الذي يراد به بطل يستخدم وقت ما نحب، التدخل تدخل الدولة. لا، في رؤية، احنا بنمارس الرياضة جوه كل واحد جوه بلده. الدولة تحافظ على أهدافها العامة، في أهداف من ممارسة الرياضة. وعشان كده الدولة لما بتعمل بنية أساسية مش بتعملها فانتازيا يعني. طبعا دي بتعملها لاسباب مقتنعه بيها ان دي لصالح المواطن وصالح سمعه مصر وسمعه صحيح البلد. صحيح. فما تجيش تقول لي بقى كل كلمه والثانيه اصل تدخل، يعني انت تعربد بلا رقابه عشان تقول لي مفيش تدخل. لا يعني للدوله اهداف عامه هي اللي تراها وهي اللي تقرها والجهات المعنيه تنفذها بما فيها اتحاد الكره هنا، حتى لو تحدث عن علاقه دوليه او ما انا بتكلم على دي شرعيه خارجيه او الفيفا او غيره، لكن في النهايه اهداف كل دوله ادرى بها القائمين على الدوله.